يا ريت ابويا كان لسه عايش. حاجات كتير كانت هتتغير. انت عارف لو عرفتني وسط اهلي كان ممكن. ممكن ايه؟ تقدم لك مثلا؟ وكان ممكن ارفضك مثلا. بعدين بقى. بعدين في ايه؟ فيكي عامله زي ما تكوني طلعتيلي من تحت الارض، بقالي شهرين موريش غيرك. هو انا مضايقاك قوي كده؟ انت فاهمه انا قصدي ايه؟ لا مش فاهمه. انا بقيت مركز معاكي في كل حاجه، عايز اعرف كل التفاصيل عنك، الحلوه قبل الوحش. الدنيا دي غريبه جدا. انا بفكر لما كنتش عرفتك، قصدي يعني عرفتكم، كان ممكن ايه اللي يحصل لي؟ عادي جدا، كنت هتقابلي ناس تانيه ويمكن احسن مننا كمان. أو كنت شفت شر كان هيأذيني. أنا عارفة إن أنا مش هقعد معاكوا هنا كتير. أنت عايزة تمشي؟ لا أنا عايزة أفضل معاك، قصدي يعني معاكوا. معاك ولا معاكوا؟ هو أنت ليه عملتني كده أول ما جيت عندكوا؟ يمكن كنت خايف يحصل اللي أنا فيه دلوقت. اللي هو إيه؟ لبنى يلا انزلي، عايزين. يلا جايين. أبو سمرة أنا إيه بس عديلي كده؟ أنا إيه؟ أنا جيت صدفة على المراشة. صدفة؟ صدفة، هنشوف إحنا الصدفة الحلوة دي، هنشوف. على المراشة أنا ما عملتش حاجة على المراشة. من عارف، أنا أمي هي اللي عملت. أمي هي اللي عملت أصلاً. أنا جيت بالصدفة على المراشة، ما أنت عارف. إيه؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ مفيش، انا كنت جاي لك عند غنوة لقيت الباشا قاعد بالصدفة. بالصدفة؟ لا يا اخويا مش بالصدفة. ابو هناء بعته يرقد لي تحت بيت غنوة، لكن انا بقالي ساعة بلففه على كعوب رجلي. طب ما تنطق كده وتقول لنا ايه العبارة بقى. انا عم راشد، انا بنفذ كلام المعلم عم راشد، ما انت عارف. شفت اهو. طيب تاخد بعضك بقى وتمشي وما تبصش وراك، وتقول لأبو هناء المعلم راشد بيسلم عليك، تمام؟ أوامر يا عم راشد. تيه أوامر. تيه أوامر. غور في داهية يالا. تعالي سيب إيدي. الله يا ولية، تعالي في إيه؟ يا راجل بقول لك سيب إيدي، في إيه؟ الله. لا يا حبيبي، الغلط أوله من عندك، شهيرت مراتي شغل وأنا قايل لك إنها في حماك، وراشد راشد كان لازم يهرب. يعني انت وابن عمك اكلتوها لي يا علي يا رب؟ لا يا انسي، لا يا انسي، ما تقولش كده. ماشي يا علي يا رب، انا هعمل الاصول وهديك 3 ايام. انا عارف ان هم هيكلموك. لو اللي ليا ما رجعليش يا علي يا روحي، هيبقى ابن عمك ومراتك واللي يشدد لهم في ذمه ربنا. انت لو كنت عارف تجيبهم كنت هتكلمني. الخط قطع. متشكرين يا عم. اي خدمه علي، ولما اتكلم تاني هبجيب لك التليفون. مش هيتكلم تاني. غور على امك انت وهي. Thank you.
بس عمنا ابنا ايه يا عم خضتني فين والحساب بس عشان بنقفل الورديه كام 36 جنيه ايه يا عم ده 2 شاي و2 قهوه وعصير ما هو 2 شاي و2 قهوه هنا وعصير ب 36 جنيه ايه نقوم نمشي هتقفل ولا ايه؟ يقفلوا ايه احنا العصر؟ احنا هنا شغل 24 ساعة انا بس يعني بحاسبك عشان خاطر الشفت الجديد وبعدين بقى في الغلط ده يعني ايه يعني؟ شفت حضرتك انا شفت اللي هي وردية وردية طب يا اخويا صحيني الشيبس اللي جاي هات 4 جنيه 4 جنيه؟ حاضر بكره الصبح ان شاء الله في 2 موظفين عندوك على الورق بعد كده بقى مش هيبقى فاضل غير انه يتختم بخدمة النسر ايه ده؟ يعني هيطلعوا لها شهادة ميلاد وبطاقة عادي؟ اصلها ساقطة قيد هنخلص عشاء وننزل على طول لا على طول ايه؟ انت هتستنيني ساعتين اخد الشاور بتاعي وانشف شعري ساعتين؟ ايه ده؟ انتوا رايحين فين؟ والله يا ماما احنا كنا يعني نازلين كده نشتري شوية حاجات لكن العجيبة بقى إن الأستاذ طارق تفضل وتنازل وهيجي معانا. طب أولاً بقى أنا مش نازل معاكي. أنا نازل أشتري فستان للبنى عشان تحضر معانا فرح بنت اللي هو خليل. فرح. إيه ده أنت شيء؟ بنات كتير بتجيب في سيرتك. كان عارف يختار منهم واحدة يتجوزها. بلا خيبة. سامعة؟ قولي لها أختك وتهزر معاك أختي قولي لها حاجة أنا أحسن يا خلاص كلت حصلني عشان عايزك خير يا حاج لاحظ حاجة غريبة طارق بينك وبين لبنى مش فاهم اسمع يا طارق صحيح لبنى بنت طيبة ولطيفة بس احنا ما نعرفش عنها أي حاجة فما ينفعش انك تفكر بس يا حاج ما ده الكلام اللي أنا قلته في الأول الموضوع اختلف صحيح هي بنت غلبانة ومسكينة واحنا بنعطف عليها بس برضو ما ينفعش نحبها ولا نفكر نتجوزها انت نسيت انت مين؟ نسيت ابوك يبقى مين؟ على العموم يا حاج لسه بدري قوي على الكلام اللي انت بتقوله ده بدري؟ يعني ممكن تفكر في الموضوع ده؟ انا ما انكرش اني معجب بيها يعني لا لا يا طارق من دلوقتي بقول لك لا بالصلاة على النبي يا أستاذنا الإيجار المفروش ده ليه شروط وخصوصا لما تبقى اللي هتأجر وهتسكن واحدة ست أيوة ما أنا مش هبقى معاها برضه أوي يا عمنا راشد ده يبقى ابن عم جوزي يعني زي أخويا بالظبط هيجي يشق عليا ويمشي على طول يعني ما يضرش بس صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام مهنة السمسرة دي أهم حاجة فيها السمعة وأنا راجل سمعتي زي البرلنت والناس مالهاش غير في بورق اللي هو بيبقى عامل ازاي ده؟ راجل وست ساكنين في شقه مفروش مع بعض يبقى حاجه من الاثنين يا اخوات يا متجوزين متجوزين رسمي زي الفل متجوزين عرفي ما يضرش من غير ورق ما عنديش شقه مفروشه